الفنانين والنحاتين يضعون نصبا تذكاريا للمرحوم شكري بلعيد. المؤتمر العادي الأول للبلديات المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس. نور الدين بن مختار يندد بإشاعات وفاة شقيقه. و15 شخصا يلقون حتفهم في سلسلة انفجارات في شرق بغداد. متتبعي قناة حنا بعل، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. مكان اغتيال شكري بلعيد لا يزال يستقبل باقات الورود ترحما على روح الفقيد وتعبيرا عن الوفاء لذكراه النضالية. مزيد التفاصيل في تقرير هالة الذوادي بكاميرا حسن البقلوتي. مكان اغتيال يمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المرحوم شكري بلعيد ما زال على حاله. نصب تذكاري وضع في مكان الاغتيال، ومنحوتة رخامية نحتت بحرفية لوجه المرحوم شكري بلعيد، وباقات كثيرة من الورود تعبر عن عمق المأساة ومقدار المحبة والتقدير. الكبار يضعون الورود تخليدا لذكرى مناضل عرفوه وعايشوه وأقنعتهم أفكاره، والصغار يضعون الورود حتى يتعلموا أن للكلمة والنضال في بعض الأحيان ثمن، والثمن قد يكون غاليا جدا. وفي السياق ذاته وتخليدا لذكرى المرحوم شكري بلعيد، وضع عدد من الفنانين والنحاتين نصبا تذكاريا ومنحوتة رخامية عرفانا بنضالات المرحوم واستحضارا لذكرى الفقيد. مزيد التفاصيل في تقرير هالة الذوادي وتصوير حسن البقلوتي. تخليدا لذكرى اغتيال المرحوم شكري بلعيد، نظم عدد من الفنانين والنحاتين وقفة للذكرى على روح المرحوم أمام منزله، حيث نحت نصب تذكاري تخليدا لروح الفقيد. اليوم ذكرى حزينة، لكن حبينا نحتفلوا بها بالفن وبالثقافة وبالأشياء اللي كان ينظل من نجلها الشهيد لطيب العيد. اغتيال شكري بلعيد هو اغتيال لصوت الحرية، لصوت شخص كان يتكلم باسم الجماهير الكادحة، باسم المظلومين، باسم المقهورين. واغتيال شكري بلعيد بطبيعة الحال هو باش يكون وازع وباش يكون حافز إلى كل المناضلين، إلى كل الديمقراطيين، إلى كل من يدافع على الحرية وكل من يدافع ضد القمع والانتهاك أن يواصل النضال. فرحان لي واحد فينا تضم وحرك الجماهير هذه كلها. أنا في المغرب يجي الناس يعزيوني، عمل معرض على الثورة التونسية، ولما سمعت الخبر حطيت شارات الحداد على منحوتاتي الكل. صوت الفنان والمبدع والمناضل لا تخمده رصاصة القتل، وأفكاره وذكراه دائما في قلوب محبيه، هكذا يقولون. دائما وابدا تاريخيا كان المبدع وكان المفكر صامدا ومخافش من الاغتيالات ومخافش من القمع ومخافش من الاضطهاد. مش محتاج للتفكير، مش محتاج. الأمة ما تنساش نكباتها، وندعي الله عز وجل أن تفيق الناس، تفوق الضمائر. وكما قلت لك، الحزن العظيم يولد الفن العظيم، والفن العظيم يولد الأمة العظيمة. من جهة أخرى، أكد كاتب عام الجامعة العامة للبلديات والمجالس الجهوية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للقطاع للارتقاء به وأعطائه المكانة اللازمة باعتباره قطاعا حساسا. مزيد التفاصيل في تقرير نزار الزغدودي وحسن البقلوتي. في إطار تحديد المؤتمرات الجهوية والقطاعية والإعداد للمؤتمر العام للبلديات المزمع عقده قبل موفى شهر مارس القادم، انعقد صباح اليوم المؤتمر العادي الأول بإشراف الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس حسن الكنزاري، الذي أكد على ضرورة إرساء مناخ اجتماعي سليم في قطاع حساس مثل البلديات. من أهم المحطات بالنسبة لاتحاد عمال تونس هو عقد المؤتمر الأول للبلديات والمجالس الجهوية، اللي يمثل عدد كبير برشا من المنخرطين جاءوا من كامل أنحاء الجمهورية، وكانت يندرج إضافة للانتخابات اللي هي المحطة الأخيرة. لكن فما عدة نقاط سيقع التحاور فيها وأخذ مواقف فيما يخص المشاكل العالقة اللي موجودة في كامل أنحاء الجمهورية على مستوى المجالس الجهوية أو البلديات.
من جانبه بيّن كاتب عام الجامعة العامة للبلديات والمجالس الجهوية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس يوسف أجويني، بيّن أن إصلاح قطاع البلديات يمر حتما عبر سن القانون الأساسي الخاص المتعلق بالقطاع، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية لا ترتقي إلى المستوى المأمول. طبيعي بعد التأسيس باش يجي تدخل الديمقراطية تأخذ مجراها ويقع انتخاب مكتب جامعي يشرف على أوجه النشاطات الوطنية التتعلق بنشاطات النقابات الأساسية اللي أسسناها، كذلك الفروع الجهوية النقابية اللي وقع تأسيسها في الجهات. اليوم باش يقع معناها طرح مجمل للنقاط والتصورات اللي باش نخدموا عليها في المستقبل في إطار نضال النشاط النقابي، من بينها سن القانون الأساسي الخاص المتعلق بالقطاع اللي يشهد لحد الآن تهميش وما صفحش عنده تو تشريع قانوني واضح يضبط الحقوق والواجبات. انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس بقبلي فعاليات المؤتمر الجهوي وسط حضور مكثف لمنخرط الاتحاد وعاملة الحظائر الذين بسطوا مشاغلهم على مسامع عضو المكتب التنفيذي الهادي بوصفة عادل شهباني. انعقد بمقر الاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس بقبلي فعاليات المؤتمر الجهوي تحت إشراف طارق مهري عضو المكتب التنفيذي وسط حضور مكثف لمنخرط الاتحاد الجهوي بقبلي وخصوصا من عملة الحظائر الذين بسطوا مشاغلهم على مسامع عضو المكتب التنفيذي الذي وعد بدراستها. وتم في ختام المؤتمر انتخاب المكتب الجهوي بقبلي بالتوافق بعد تقديم 11 عضوا لترشحاتهم، حيث تم رفض 3 ترشحات لعدم توفر الشروط، وبالتالي تم تشكيل المكتب الجديد انطلاقا من الترشحات المتبقية بصورة توافقية. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات بمختلف أنحاء الجمهورية في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني المزمع عقده في شهر مارس بالعاصمة. هي فرصة نحو تجديد كل الاتحادات الجهوية اللي كانت تأسيسية باتحادات طبعا منتخبة في إطار شرعي، في إطار انتخابي، إعدادا وتنظيما وشرعية. وفي الإطار هذا نحضروا للمؤتمر الوطني اللي باش ينعقد إن شاء الله في شهر مارس. طبعا مؤتمر بالنسبة للعملية الانتخابية عندنا 30 نائب في المؤتمر، ثم 11 أخ تقدموا بمطالب ترشح، 3 لم تتوفر لهم الشروط في تحمل المسؤولية النقابية، بقوا 9. طبعا احنا المكتب الجهوي يشتمل على 9 مقاعد، وبالتالي المؤتمر باش يكون توافقي. تعرض ليلة البارحة مقر حزب حركة نداء تونس بمدينة السرس من ولاية الكاف إلى محاولة حرق، حيث عمدت مجموعة مجهولة إلى إلقاء 3 قوارير مولوتوف على الواجهة الأمامية للمقر. أكثر التفاصيل في تقرير باسم الصندي وتصوير علي مالك. قامت مجموعة مجهولة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بإلقاء 3 قوارير مولوتوف على الواجهة الأمامية لمقر حزب حركة نداء تونس في مدينة السرس، وذلك في محاولة لحرقه. كلمني الملصق المحلي بالسرس لحركة نداء تونس، علمني قال لي راه المقر بتاعنا تعرض إلى اعتداء تمثل في إلقاء 3 زجاجات حارقة على الواجهة الخارجية، زجاجة جات على اللافتة اللي فيها اسم الحركة والمقر بالسرس، واثنين جاءوا على النوافذ وسقطوا على الأرض خارجيا، يعني الضربة ما تعدتش للداخل. كما حمل المكتب الجهوي لحزب حركة نداء تونس بالجهة المسؤولية لأطراف وصفها منسقه الجهوي بالمعادية للحوار والديمقراطية. الجهات اللي ما زالت تريد أن تقصي وتريد أن تمارس هذا الإرهاب المنبوذ والمرفوض، نقول لها رأي تونس تتسع لكل أبنائها، رهو العلاقات السياسية لا تدار إلا بالحوار مهما كانت الاختلافات، نحن أبناء وطن واحد، مشروعنا كلنا وإن اختلفت الخطى التي تؤدي إلى نتائجه هو بناء تونس الديمقراطية. شهدت المدرسة العليا لمهندس التجهيز الريفي بمجاز الباب إضرابات، الأول نفذه طلبة المدرسة احتجاجا على أوضاع الإقامة والدراسة هناك،
والثاني نفذه العمل العرضيون لهذه المؤسسة مطالبين بتسوية وضعياتهم. تقرير جمال الخلولي، تصوير وليدة المودي. نفذ طلبة المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب إضرابا عن الدراسة وتجمعوا بعدد كبير في وسط مؤسستهم الجامعية للتعبير عن عديد المطالب، في مقدمتها المطالبة بتغيير اسم المدرسة الذي رأوه لا يتماشى مع الاختصاصات التي يتم تدريسها، بما يمثل للمتخرجين صعوبة في الاندماج في سوق الشغل. كي تمشي باش تقدم الستاج ولا باش تقدم الخدمة معناتها في ما يقبلوكش على خاطر اسم المدرسة نتاعك. دونك كان الاختصاص هذايا من التسعينات تبدل، ما عادش فما تجهيز ريفي في البلاد يا اخي، قعدنا ضحية اسم هذا، ما معناتها ما صار حتى تبديل. كي تجي تطلب خدمة مثلا في كوسوسوا في حاجة تابعة للميكانيك ولا حاجة تابعة للهيدروليك، يقول لك انتم تجهيز ريفي، ماكمش عندكم علاقة بحكاية الميكانيك. الظروف نتاع المبيت معناها فما فرق. لهنا نورمالمون نحن كنا اتيديونات، معناها فما مثال انت كي تمشي ومن هنا فما معناها نتاع لي انجينير، السيكتور نتاع لي انجينير معناها حاجه جديده ونظيفه وكل شيء. بارابور احنا معناها نتاع التكنسيانات معناها المبيت نتاعنا لا علاقه. اول ملف خذيناه على عتقنا هو صيانه المباني، وحطينا 150 مليون، وهذه الملف هذه عملناه من فيفري اللي فات وهي تو عند الولايه. العائق الوحيد نتاع الاسم اللي كول صحيح وما يتمشاش مع الواحد، وهذا مطلب ليس مطلب الطلبة فقط، هو مطلب المجلس التعليم المجلس العلمي. في نفس المكان والزمان الذي نفذ فيه طلبة المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب إضرابهم، دخل كذلك العمالة العرضيون لهذه المؤسسة في إضراب عن العمل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية. وأكد العمالة المضربون أنهم نالوا وعودا متكررة من طرف سلطة الإشراف دون تحقيق مبتغاهم، خاصة وأن البعض منهم باتوا على أبواب التقاعد. 55 سنة في السن أنا وسيد بجنبي نخدم من عام 2000، أنا مش نخرج من تريد ما حد شيء، أو ترسيم أو ترسيم، وإحنا قاعدين نتفرج نأخذ 250 دينار 250، حكي فارغ. نحن نأخذ مجموعة، معناها مش واحد مش اثنين، عنا ديمتريز لكن نخدمه كعملة، نخلصه كعملة وما ثمش حتى يعني نبعث بمراسلات للي رزا وشادين معناها دي بوست فارغين. كان الوعود ها وها 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 إذا ما ثم حد شيء، إحنا نطلبه من الدولة متاعنا باش التفت ليهم. نظم منتدى الجاحظ مائدة مستديرة بولاية القصرين تهدف إلى توسيع دائرة النقاش حول مسودة الدستور وتشريك المواطنين في الجهات لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في تعديل الدستور. أبو بكر الجمودي. المشاركة في تعديل الدستور آخر فرصة هو عنوان المائدة المستديرة التي نظمها منتدى الجاحظ بولاية القصرين لتوسيع دائرة النقاش حول مسودة الدستور لتشمل المواطنين في الجهات بهدف إبداء آرائهم ومقترحاتهم في تعديل الدستور. في تعديل الدستور هي من حق المواطنين الكل والشباب والفاعلين في المجتمع المدني، هذاك علاش هذه فرصة للمواطنين خاصة اللي في الجهات حتى يساهموا بطريقتهم في تعديل الدستور، إبداء مقترحاتهم، ملاحظاتهم، تعليقاتهم، إذا كان فما حاجات مش عاجبتهم كذا، فهذه راهي آخر فرصة باش يقدموها الأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، لأنه قريبا يعني في أيام معدودة النسخة النهائية للدستور باش تصدر. خلال المنتدى هذا يشاركوا الماكسيموم تاع الشباب في مناقشة الدستور، وإحنا دورنا أنا باش نسهلوا لهم النقاش بتبسيط الأفكار وتبسيط المصطلحات، باش نحاولوا أنه الشباب يكون عنده دور فعال وحقيقي في صياغة الدستور، باش يحس روحه أنه هو شارك في هذا الدستور، ومن بعد باش توقع فهمني تقارير ختامية وباش ترفع فهمني للمجلس التأسيسي. المنتدى يعتبر أن الدستور الذي يساهم في صياغته المجتمع المدني يكون تحرريا أكثر من الدستور الذي تصوغه الأحزاب. الدستور الذي تصوغه الأحزاب الحاكمة يصاغ من خلال رؤيتها للسلطة، من منطلق السلطة. أما الدستور الذي يصوغه المجتمع المدني فهو يكون دستور أكثر تحررية، لأنه يصاغ من منطلق الحرية ليس من منطلق السلطة. لذلك المجتمع المدني عنده دور هام جدا يلعبه ويواصل لعب هذا الدور. نحن الشعب زاد من حقه أن يوصل صوته.
على إثر الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها وفاة الفنان الكوميدي نصر الدين بن مختار بعد تعرضه إلى جلطة دماغية، تحولت كاميرا حنا بعل إلى مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا، أين يتلقى نصر الدين العلاج للإطمئنان على حالته الصحية وتفنيد خبر وفاته. نزار زغدودي. ما زالت الحالة الصحية للفنان الكوميدي نصر الدين بن مختار متدهورة بشكل كبير، حيث يتلقى العلاج حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا. مازالت الوظائف تاعو حرجة، عنده تاك جلطة دماغية في المخ، إن شاء الله ربي باقي ستركو. المواقع الافتراضية للتواصل الاجتماعي تداولت البارحة خبر وفاة نصر الدين، وهو ما استغربه شقيقه نور الدين منددا بهذه التصرفات التي أدخلت البلبلة في صفوف العائلة خصوصا والساحة الفنية بصفة عامة. ربي يهديه اللي طلع الخبر هذا، ربي يهديه كهو يلعب بعصاب العباد، ينجم واحد كيما نحن في بن عروس مازلنا كي كنا بحذاه وسمعناه على الفيسبوك وناس تلطفينه وكذا، جايين بسرعة بقصوى بالسيارة، الله أعلم ممكن واحد يعمل أكسيدو، علاش أرواح العباد وكذا وناس داخل وناس تبكي. نحن بيدنا صدقناه الإشاعة، تلموه مع الوضعية متاعو حرجة، صدقت الإشاعة. هذا وللإشارة، فإن نصر الدين بن مختار كان قد تعرض عشية الجمعة الفارت إلى جلطة دماغية نقل على إثرها إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة قبل نقله إلى مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا، أين يتلقى العلاج حاليا. نهار الجمعة هذه نهار الجمعة ولت البارح هزينا للنورو متاع قسم الأعصاب وهم بعثونا لهنا للنعاش متاع أريانا، فهمت؟ إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل، وكهو مازالت الوضعية متاعو إيتا كريتيك مازلت. إلى أخبارنا الدولية، ونستهلها من العراق، حيث قالت مصادر أمنية وطبية عراقية أن سلسلة قنابل انفجرت في مناطق ذات غالبية شيعية بأنحاء مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. شيراز النيلي. قتل اليوم 15 شخصا على الأقل وأصيب 80 آخرون بجروح في سلسلة هجمات بينها تفجير 6 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة ذات غالبية شيعية شرق بغداد. هجمات تتزامن مع الأوضاع السياسية في البلاد جراء تواصل الاعتصامات ضد حكومة نور المالكي. أحيت ليبيا اليوم الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام القذافي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتقادات طالت السلطات الجديدة في البلاد وطالبت بمزيد من اللامركزية في السلطة وبتفعيل دور الجيش والأجهزة الأمنية. دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلو المعارضة السورية في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب وأخرى في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له، وكان المقاتلون قد بدأوا منذ الثلاثاء الماضي بهجمات على هذه المطارات بهدف السيطرة عليها. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان هي على تمام جاهزيتها في حين قامت إسرائيل بأي اعتداء على بلاده. جاء ذلك في كلمة ألقاها نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للقادة الشهداء الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء في بيروت. اندلعت أمس بالبحرين مواجهات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين خلال تشييع جنازة متظاهر شاب قتل بيد الشرطة الخميس الماضي خلال تظاهرات للمعارضة في الذكرى الثانية لحركة الاحتجاج التي قادتها المعارضة الشيعية مطالبة الأسرة السنية الحاكمة بإصلاحات. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. عدد من الفنانين والنحاتين يضعون نصبا تذكاريا للمرحوم شكري بالعيد. المؤتمر العادي الأول للبلديات المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس. نور الدين بن مختار يندد بإشاعات وفاة شقيقه. 15 شخصا يلقون حتفهم في سلسلة انفجارات في شرق بغداد. فريق الأنباء يشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.